مرحبا شباب الريفلز، معكم هيما كوك. اليوم جينا لكم فيديو جديد من كلاش رويال. اليوم يا كبيرة راح نرفع باللادر. صار اليوم انا عم برفع، نزلت نزل بنت حرام، نزلنا 200 كأس، كان بس بدي كأسين للجراند شامبيون. فقلنا بهالوجوه الطيبة خلينا نحاول نرفع قدامكو. كنت عم بلعب بهاي الاستراتيجية، ولكن راح نروح على الوول بريكرز. مكسنا احنا الماجيك ارشر للثري ستارز كلياتهم، صورت لكم فيديو ولكن طلب الاخير مش قاعد بصور، فصابني احباط. اوكي، عشان هيك اتاخر عليك يومين بالتنزيل وما نزلت التحدي، لانه كان الفيديو اصلا هو عن التحدي. راح نلعب استراتيجيه الوول بريكرز. الاستراتيجيه هاي ممكن تحكي انها البطاقه اللي كثير قويه ضدها، اللي هي البالون. طيب انا ما معي دفاع قوي ضد البالون، وخصوصا اذا كانت بالون سايكل. طيب فخلينا نقول يا دايم قبل ما نبلش مع الريبيرز، اذا مسونا من اللايك صحيح، عملنا حساب فيسبوك جديد على الفيسبوك عشان تتابعوا المباريات اللي انا عم بنزلها. القديم اتوقع انه راح الغي الكليات، اوكي، لانه بطل في منه فايده. احكي لك شو هذا معلم، هذا كبير. وصل سيد محمد، حبيت اللعب. رويال جاينت زي ما انا شايفك. طيب خلينا نعمل هيك، لانه هو لعب البربيرين بارل. اوكي، لعب كثير اكسير بالدفاع. ما راح يقدر يعمل لي كاونتر بوش. فجميل جميل. اصح قلت لك برو، نص كمان كاسة قهوة. فضيفون عليه، احط لكم الرابط تحت هسه. ماشي بويز. اوكي، كل مرة معلم العب الماينر بجهة مختلفة. طبعا الماينر صار مكانه محفوظ، الكل بيلعب على الزاوية هاي عشان ما حد يسحب التورنيدو. ف يعني بطل بده بريدكشن. اوكي، حتى لو لعب لي اصلا يلعب لي هو، لازم يلعب الفيرنس، لانه حتى لو لعب لي هيدا ما راح يفيده. اوكي، هو لعب الفيرنس ولعب هيدا، لعب 6 كسير بالدفاع. الباك هتاخذ ضربة واحدة ديمت. زي ما حكيت لكم هذا معلم رويال جاينت. انا اعرف حالي، لانه انا ايش اعرف حالي، بيض حظي. طيب نلعبوا هاي المره بهاي الجهه، يعني معلمنا مو بشكل اخت الماينر. اوكي، خلينا ناخذ فاليو على الجارز بدل ما ندافع. يعني اصلا كمان الميجا مينيون في داعي ندافع ضدهم يا اخي، والله عارف ولك والله. طب انا كيف الميجا مينيون البرج مش عاملها لوك؟ كيف؟ انا مش فاهم. طيب تعال هنا، يلا دافع عن الوول بريكرز ياخذ الهاملة. طيب ماشي، خلينا نعمل الحركة هاي انا بالله. يلا الحق الحق الحق، ما لحقش. يسدي لك الماجيك ارشر اسطورته. طيب هنا، طيب هنا صدي اياه. طيب ماشي، شو بسوي انا؟ طلع وسطية، يلا عادي. ضرب عليها لايتنينج، ايوه اطلب عليها لايتنينج معلم، غير هيك ما بتاخذه. يعني هذا اشي مفهوم عندنا هون باللعب، غير لايتنينج برج ما بتاخذه. طيب ماشي، والفاليو محلاها عند اللعب. جيجي اي ثينك. يعني انا الماجيك ارس ولا مره حطيناه على البريدج عشان نصيده. اوكي، يعني خلينا بالسيف سايد. ما مش هتفرق معي وانا احطه بالضبط، لانه في معي هنا بويزن. اكتب له جي جي. اوكي نفوت على اللعبة الثانية. والله زحطنا زحطة بنت حرام. عاد كان ترتيب اتوقع راح يصير الرابع الاردن لو كملناه ل 6300. كنت بس بدي اياه 6300، يعني بس 6300 بس. اوكي، مع اسهم
بس انا سايكل سريع يعني ان شاء الله ما يكون سايكل سريع زي سايكل. اوكي خلينا نلعب بمجيك اوش. اوكي هس انا كثير حابب ان ادعم الماجيك ارشر ما اخليه لحاله هيك. اوكي ف نعمل هيك. اوكي دافع ثلاث اكسير. اي لايك ات. اوكي اخذ كنا بيض اتوقع صح. اوكي فيش اللي هيك عشان اقتل الويتش مع الباتس تبعونها. بكفي الويتش بكفي النايت ويتش. اوكي افضلية لإله صارت هسا. بس في معه جوبلين جانج. طيب اوكي طلعهم من ايده. بس اشوف شو مع السبيل ماشي لانه ما عرفت شو مع السبيل انا. الاسهم لو هيك سرعت كان فيني سرعت بديها حطيت له ماينر مع سكريتونز كان ضل ماجيك ارشر تبعي عايش. هسه اتوقع راح يلعب يب ثلاثة كسير عشان يقتل السكريتونز يب. دمجي صار جميل عليه ولكن هسه راح يلعب بالجولم. اي نو ات. ماشي نلعب له هاي هون في مع ماينر. Let's do this. لأنه لعب الأسهم والأسهم مش بإيده. مش عارف يدوك الباتس يعني. I'm sorry bro. بس العرصة مع ماينر هو. اوكي اوكي راح أظله عايش. راح أحاول أنه ظله يلعب كل كسير بإيده. سدينك تعال جاي وول بريكرز دو ات بويز. اوه اوكي ما حد بتوقع انها تلعب من هاي الجهه. ما انصحك مكان ال ما انصحك بالوش اللي لعبته هناك. لا 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 يته اللاين. اوكي اخذنا دمج عليه كثير. اوه هو هو جولم يا معلم. في ناس قاعده بتزغرد شو فيه. اخر بتساي اخر بتساي اخر بتساي. نعمل دفاع كثير بيض صح. Yeah, I know. اوكي انا صراحة انه كان يعني مخي جوا. اوكي في ناس انه بتزغرف شو في مش عارف صاحبات امي انه. المباراة اللي بعديها ضد دايلن. شايفين؟ لا نفس المكان لانه لو لعبوا باي مكان ثاني على الاغلب بكون مع تورنيدو. اوكي فبعدين بس يفصل جيدك ممكن يغير اللعب بس كبدايه مستحيل. لازم البقعه هذيك. خلينا نلعب الله هنا ماجيك ارشر لانه ممكن يلعب الاشي للفالكري او خليه تاخذ ضربه. اوكي ايش بلعب هيدا اوف بلعب زي هذا. حتى كان نفس المكان يعني ما غيروا. اوكي البلكري ساحت. اوكي دمج إلنا على الاقل مع بويزن يمكن. بس ايش هاي اللي فيه مش فاهم شو اللي بيلعب صراحه لحد هسه. صرت غريب نوعا ما صح. بالون والله عارف. بس مبدئيا سرجيتو قوية علي. اوكي
سكي برو. هو لو شاف اللعب اللي صار على السريع غير مكان اللعب وخارصة ولا كارصة. أصل البالون أظلية له أوكي، أظلية له لهالعرصة. بس خلينا نشوف شوية شيب دمج بالماينر. نو بلعب ده هون ماجيك أرشر. بس بدنا يوصل هنا، تعال هنا بيك بيك بيك. دايما ثلاث ضربات، دايما ثلاث ضربات اسطوريات. اوكي نعمل سبلت هنا، هاي مرة ثانية ونغير مكان البتاع. حبيت الحركة اللي انا الان اجيك ارشر بالنص عشان اقتل الباتس. اوكي هاي هون ايش بدك يا ولية ايش بدك؟ طيب صار برج 300 ايوه. طب هذا كيف هاو قلت لك صار جد هو صراحه يعني مش عارف ايش اللي صار هنا. علّى أنه في ماجيك أرشر الثاني بحده يعني أنت لعبك كثير نوب. كفو أوكي هو قاعد بلعب كثير كثير بالدفاع. آخر ماجيك أرشر محلك، آخر ماجيك أرشر محسنك والله. بس غريبة كيف سايكل يعني تخيل سايكل أسرع من سايكلي أنه واي. طيب كل ما راح يلعب زيك صح؟ نفسي مرة عمل البريدكشن هذا، نفسي مرة واحد عمل البريدكشن. لا يا البالون يا نذل هو ضرب قتلكو والله. استراتيجيته والله استراتيجيته قوي ضدي، والله استراتيجيته قوي ضدي حكيتلكو. سايكل خصوصا اذا كان ايش بالون سايكل، لانه بهراني معيش ادافع الا بالماجيك ارشر وهالدمج اللي بيعمله مش كثير قوي. حرام كل ضدي بلعب سايكل قاعد. فش جولم، فش حدا جولم طلعوا لي. اصل جولم غلبنا صح؟ لا فزنا عليه والله. اوه دامت بويزن. ظني انسى، مش ظني انسى. دقيقوش هلسه مش عارف شو بيلعب هو. أميجا مينيون مع برنس مش كاش كثير غلط مع أميجا مينيون. أس حكيت أن مع أميجا مينيون ليش هيك بلعب أنا؟ مش عارف. أوكي أصلا في له أدفانج عنا بالإكسير فلازم نحتاط شوية. راما إيش عم تلعبي يا راما؟ ماذا تلعبين يا هذا؟ جاينت جريفيارد صح؟
ما اقدر لوج صح؟ العبه انا ذا لوج وزاب بويزن يا هم لادي. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ودافع كمان يعني. أيوة كفو يلا أيها الماجيك الأرشر الوحش قضي على أعدائك. صوتك كمان واحد يكفي واحد. صوتك واحد ثاني. أنت بلا والله أنا كمان سايكل سريع. إذا ما وصل سايكل سريع. أوكي. سدينا اعطيني الفاليو ولا اعطيني الفاليو. هذا مو تشاد بدك بويزن او زيك يا بدك ايش زيك ايش عم تقتل لي اياه. هاي كمان واحدة. لا يا حصي لا 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 حصتي 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 صعبة صعبة. خذ هاي عشان ترمي بويزن. لازم اظني ضغطه ايه ليش عشان ما يكون معك كثير كافي. اوكي عملت هيكا بلعب هيكا بلعب هيكا ومع برنس حط اشي قاعد احط بزوايا ميتة عشان ما اقدر اصيده. اوكي بويزون احسن. ايوه عرفت عرفت شو فيه عرفت شو فيه يا اخوي. يلا بينا يلا بينا سيكل لثلاث سبلات هو. اوكي اي هون يلا الاخوان يلا يا اخوان هذا اللعب الاسطوري يا اخوان هذا اللعب الاسطوري اللي تخليه يتنفس يا اخوان. ما اريحه وشكله شاف انه يعني والله شي وقت فقال خلينا نسكر سبلات عليه. جي جي والبليد. شوف هذا اللاعب الثاني طلع كله سايكل واخذ ميتا لعنوا الكواكب فيها. هذا هتكون اخر لعبة اخوان. اوكي نلعب باركر من الجهة الثانية في مع فير بورد خلص اكسبو بس مستحيل يعني والله نعرف. وات هذا مع هنتر صح؟ اوه مش هنتر معنا بلعب رام برايدر سايكل. والله معلم استراتيجيات من عالم اخر. طيب لعب له هاي هنا طلعها من ايده هذول اخر لو تذيك الجهة. اوكي تيمسون خذش ضربة اخي بدي ما ياخذ ضربة كيفي مع طيب ماسكي سايكل كثير سريع سايكل كثير سريع خرب بيتك. لا وات يا اخوان ايش استراتيجيات ايش اللي بصير مش فاهم انا. كمون سن في مش راح اقدر اعمل اوت سايكل يعني للاسف. طيب نعمل هاي من هون يلا
ليش لبلاش؟ عارفه هو عارف. واللاب تهم تهم اصلح البوم كمان فيك. الضربة. I hate you. أسد. سدين تكتب مطور. ول 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 ول. لا مش طبيعي هذا. سايكل مش طبيعي سايكل صح؟ تلاحظين انتو؟ طيب ماشي. استسلام. اخ قلب الصخير استسلم. اوكي جي جي. خسرنا والله. خسرنا يمكن مباراة واحدة صح؟ خسرنا مباراة واحدة يا اوه. ضينا بس وين ضينا اللعبة مطولين. اوكي شباب. خسرنا اللعبة واحدة غريب. احنا اول لعبة فزناها بالفيديو والله فزناها اول لعبة بالفيديو. اوكي شباب هاي الاسعار جي قدامكم صراحة كثير قوية زي ما حكيت لكم، خصوصا ضد البالون. اذا كان كمان بالون سايكل راح يهرينا هري، لانه يعني ما معي كاونترات لإله الا هدول اثنين، والبوم طور اصلا ارضي من جوي. يعني انا بشتغل بس انه بسحبه بالبومب، والدمج تبع الماجيك اش مش كثير قوي، والتونل بيساعدنا. يعني مثلا هو بحط 4 اكسير حق او 5 اكسير حق البالون، وانا بضطر العب قباله 8 اكسير، فهذا اللي بخوزقنا. وغير هيك انه كمان سايكل اسرع من سايكلي. شباب الريبلز اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. اذا عجبكم لا تنسونا من اللايك. اذا جديد على القناه سبسكرايب، وزي ما حكيت لكم تابعونا على الفيسبوك عشان تحضرون اللايف. نروح للفيديو الجاي.